الريش عندنا كيلو ريش ضاني، عودين من الروزماري، وثمان فصوص من الثوم، نص كوبايه من ميه البصل، وربع كوبايه من عصير الليمون. احنا حاطين ليمون وثوم عشان دي ريش ضاني بيليق عليها جدا الليمون والثوم. ربع كوبايه من المستردة، ممكن تستبعدوها بس احنا حبينا نختلف شويه في تتبيله الريش عن بقيه المشويات من باب التنويع. ربع كوبايه من المستردة وزيت نباتي، ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه، ممكن تكون اقل لو حابين، معلقه كبيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود. يلا بينا نتبل الريش. مفيش اي مشكله ان احنا نستخدم الطبق اللي كنا عاملين فيه الكباب، كلها لحوم يعني حمراء عادي، فانا هستخدمه بصراحه مش كتر مواعين وخلاص. وانتوا في البيت اعملوا نفس الحاجه، لو بولا متبلين فيها ريش عادي ان يتبل فيها كباب، عادي ان يتبل فيها، المهم بس ما ينفعش مثلا اتبل كبده واجي اتبل بعديها ريش، لا، ما دام كله الحاجه في نفس الكاتيجوري اوكي، بس حاجات بقى متنوعه لا. وهو نستفيد بشويه ميه البصل اللي هنا، ميه بصل كمان عليهم، عصير الليمون، شويه الثوم، وكم عود من الروزماري هيدوا طعم من غير ما يطلعوا الورق، الورق بتاعه خشن قوي، شويه من بهارات اللحمه والبابريكا، طبعا ملح وفلفل اسود، تتبيله بنقلب بس. عايزاكي يا نور تجيبي لي كام عود روزماري كبار، ممكن بس كبار يبقوا عاملين، فاهمه قصدي؟ هقول لك هنعمل بيهم تركيه حلوه قوي. الريش تبلت وبقت جاهزه على الشوي، وتعالوا نحط وحدات الريشات الضاني. على النار، الطاسه بتاعتنا سخنه جدا، شوية زيت، وهحط الريش، شايفين ده المنظر اللي عايزين نشوفه قدامكم، الريش حاجة كده رهيبة، في بس حتت كده من الجناب عريضه انا ببقى عايزاها يوصلها الحراره كمان، فبوصل او بقلب عليها. يلا عايزه اجيب بوله او حاجه بس احط فيها، فين اللي كان فيها الكباب؟ اخدها بالجريل بالصوص بتاعها، ماشي. والنبي ما هزعق، نور قالت لي اقلبيها بالجريل عشان ناخد الجوز بتاعها، فهي يعني وجهه نظر سليمه طبعا. بص المنظر، اوه حاجة عظمة.